اكيد يا علي يعني تالي مش هنختلف في النقطه دي. فكره ان مصر نجحت بالشكل المبهر ده في تنظيم كاس العالم وفوزك بالميداليه الذهبيه الى جانب طبعا انتصارات تانية، اكيد ده ممكن برضو يبقى له يعني ايه انعكاس او مردود في حته تركيز شويه على رياضات اخرى غير كره القدم، يمكن الجمباز من الرياضات اللي كانت طول عمرها برضو مهضوم حقها الى حد كبير. بتهيالي الصوره ممكن تتغير الفتره الجايه بعد الانجازات اللي اتحققت دي. طبعا الرؤيه الوقت للرياضه الفرديه والالعاب الفرديه بقت غير قبل كده، طبعا التغطيه بقت الاعلاميه بقت كبيره، بنقدر نوصل للناس وتوصل ايفنت زي ده ووصل للناس رؤيه كبيره، يعني ايه لعبه جمباز، ايه الشكل ليها، ايه الاجهزه اللي بتلعبها الاولاد وايه الاجهزه اللي بتلعبها البنات. في ناس عندها تساؤلات كتير، الجمباز ده شكله عامل ازاي للولاد بس البنات بس، ايه فروعه، التغطيه للشكل واللي احنا ظاهرين على التلفزيون لايف في البطولات ومتابعه الناس والجمهور المصري، ده فرق كتير. وفي خلال الفترات اللي فاتت الاتحاد كان شغله ومجهوده طبعا رائع، ان هو توسع شعبيه الجمباز بطريقه كبيره، سواء انتشار الاكاديميات او تواصله بالدعايه او الدعم اللي كان بيعمله دايما الاتحاد عشان يوصل باكبر، يوصل في كل المدن، يعني يبقى في مصر بعدد كبير وانتشار اوسع. طبعا كانت ده كان مهم وحاجه لينا مفيده أكيد. ان مصر يعني المصريين يعرفوا ابطالهم ويعرفوا قد ايه احنا موجودين وبنعمل حاجه مميزه وحاجه كبيره. لا الغريب كمان يا علي فكره ان الجمباز من كنت لسه بقول لك من الرياضات اللي الى حد كبير مهضوم حقها بالمقارنه بكره القدم، بطبيعه الحال هي صاحبه الشعبيه الاكبر على مستوى العالم كله مش بس في مصر. بالظبط. علما بان الجمباز هو دايما الاختيار رقم واحد غالبا عند كتير جدا من الاهالي لما ولادهم بيوصلوا للمرحله السنيه بقى اللي هم حابينهم يبتدوا يلعبوا رياضه او يمارسوا رياضه من الرياضات، دايما بتكون الجمباز من الاوائل الاختيارات. بالظبط. ومع هذا ما كانش فيه برضه تغطيات كافيه حتى لنجومنا وابطالنا، وبرضه عشان نوضح لحضراتكم الى اي